السلام عليكم. انا دلوقتي هنشرح بقى الارتيريو فينس فيستولا. الاول نعرف يعني ايه ارتيريو فينس فيستولا. الفيستولا هي عباره عن ابنورمال كونكشن ما بين الارتري اند الفين. وبما ان دي ابنورمال كونكشن يبقى اكيد كان في نورمال كونكشن. ايه هي النورمال كونكشن الوحيده الموجوده ما بين الارتري والفين؟ هي الكابيلاري. غير كده تبقى ابنورمال كونكشن اللي هي الارتيريو فينس فيستولا. ايه السبب بتاعها؟ تروما. يعني لما يجي يقول لي موست كومن كوز بتاعه الارتيريو فينس فيستولا هي التروما. ماشي، تروما موست كومن دي بتبقى بالستاب ووند اكتر من 60%. ممكن فيسيولوجيكال، ممكن ثيرابيوتيك، ممكن تبقى باثولوجيكال او ياتروجينيك. ياتروجين زي مثلا في ثيرابيوتيك اللي بعملها للدياليسس او في حملات الباي باس. تمام، هي دي الارتيريو فينس فيستولا. بس اهمها التروما. الباثو فيسيولوجي عشان نفهمها قال بيختلف على حسب المكان بتاع الفيستولا، بيختلف على الماجنتيود اوف ذا بلاد اند الريزيستنت اوف ذا فيستولا. والريزيستنت اوف ذا فيستولا اصلا الفيستولا دي الريزيستنت بتاعها بيختلف على حسب الدايامتر بتاعه الفيستولا وكمان اللينس بتاعه الشانل. عشان نفهم الباثو فيسيولوجي نفهم بس ادي ارتري اهو، ده حصل له ايه؟ اتفتح على الفين بالفيستولا. يبقى انا عندي هنا دي البروكسيمال ارتري وده الديستال ارتري، وهي دي الفيستولا شانل، وهنا عندي ده البروكسيمال فين وده الديستال فين. تمام، ايه اللي حصل بقى؟ البروكسيمال ارتري الفلو بتاع البلاد فيه نورمال، ما تاثرش خالص، نازل. بس المشكله عندي هيبقى في الديستال ارتري. البلاد اللي بتحرك من البروكسيمال للديستال لقى فيه شانل في الجنب فتحة الريزيستنس فيها اقل بكتير من بقيه الارتري، فيبدا يتحرك فيها. مش بس كده، الديستال ارتري البلاد اللي فيه يبدا يتحرك في الريفرسال بوزيشن عشان يخش من خلال الشانلز اللي لس ريزيستنس دي، فيحصل هنا ريفرسال اوف ذا ارتري. لما نيجي عند الايه، عند الشانلز ذات نفسها الفيستولا، مع الوقت تبدا تدايليت تدايليت، وممكن يعمل كمان منها انيوريزم وتبقى في عندي بولسيتنج سفالنج الفين. عندي البلاد اللي جاي من البروكسيمال ارتري ده يبدا يتحرك في الاتجاهين، سواء كانت في البروكسيمال فين او الديستال فين. الديستال فين ده كده عباره عن بلاد بيتحرك في اتجاه معاكس لاتجاه الفالف اللي موجوده في الديستال فين، فيبدا يحصل ايه؟ انكومبتنس في الفين. الانكومبتنس هنا ويزيد الفلو اواي فروم ذا هارت بيؤدي الانكومبتنت اوف ذا فالف هايبر وهايبرتنشن اوف ذا فين. طيب الفينس ريتيرن بقى بكميات كبيره جدا، فيبدا يحصل دايلاتيشن في الفين، وطبعا البريشر بتاعه الارتري يبدا ياثر لي على الفين هنا بروكسيمالي، ويبدا يحصل عندي ارترلايزيشن، يعني الميديا بتبدا تزيد وترشوستي. طبعا ده الفينس ريتيرن اللي رايحه لل البلاد اللي رايحه للهارت بقت اكتر، فيبدا يزيد عندي السيستول هنتكلم عنها، يبدا يحصل هايبرتروفي في الهارت، بعد كده يحصل هارت فيلير. حاجه كمان ما قلناش في الديستال فين، ان نتيجه الانكومبتنت فالف دي اللي خلاص باظت حصلها انكومبتنسي، ممكن يعمل ايه؟ طبعا فاريكوس فين. نتيجه الفينس انسفيشنس اللي بتحصل هنا، وطبعا هنا عندي ارتري انسفيشنس عشان الريفرسال اوف ذا بلاد فلو، يبدا يتكون كولاترال عندي على الارتريال سايد وكمان عند الفينس سايد. الاورجن بقى اللي بيبقى افكت او التيشو اللي رايح له الارتري ده اللي بيحصل، طبعا هيبقى عندي لوكال ريدنس وتندرنس عشان الفينس انسفيشنسي، والبريزنس طبعا اوف ذا بالساتايل سويلنج هنا لو حصل كانت انيوريزم او نتيجه الفيستولا. لو هو كانت الاي في اف دي في الكيدني، في الكيدني بتؤدي ايه؟ بروجريسيف رينال انسفيشنسي. لو هي كانت مثلا في الكاروتيد يبقى بيحصل سيريبرال اسكيميا، وهكذا على حسب الاورجن اللي بيبقى افكتد. طب الكلينيكال فيكتشر، اولا العين ده عنده هيستوري اوف ذا تروما، هي دي اللي عملتها لي. نتيجة ان احنا عندنا الفينس ريتيرن عالي، فهتلاقي ان الهارت ريت بيعلى عشان السيستول عالي، البلاد بريشر سيستول فيه عالي. طب ليه الدايستول واطي؟ قال لي عشان الريزيستنت اللي قلت في البريفيرال سيركيليشن قلت لي الدايستول، وده بيؤدي الى زياده في البلس بريشر. في باي جنرال اكزامينشن كده لما اجي عند الفيستلس شانل دي وابدا اضغط عليها، تضغط خالص لغايه الثريل اللي بتبقى موجوده دي ما بقتش احسها ولا بقيت سامعه فيها الميرمر، كده بقت كومبليتلي اوكلودد، يبدا يحصل بريديكارديا. تمام، دي بسميها البرينهام ساين. الهارت قلنا في كونجستيف هارت فيلير. طب اللوكال ساين هلاقي طبعا البلسيتنج سويلنج اللي قلنا بتاعت الاي في اف او قلنا بتاعت الانيوريزم اللي بتتكون، ورم عشان الفينس انسفيشنسي، بالبيبل ثريل ماكسيمالي انسستول، وفي الماشينري ميرمر اللي قلنا عليه برومينانت دايليتد فين عشان خاطر الفينس انسفيشنسي والانكومبتنس حصلت في الفالف. طب الديستال ساين بعديها هلاقي دايليتد فين كومبريسد كومبليتلي لما بعمل عليها بريشر، بتتضغط خالص، والارتيريال انسفيشنس. علاجها ايه؟ الانديكيشن الاول بتاعت انترفينشن امتى بتدخل فيها؟ هو العلاج بتاعها بيختلف على حسب ايه؟ على حسب لو هي ترو ونون ياتروجينيك، مش معموله، مش ما حصلتش مني بالغلط اثناء العمليه مثلا، وانا بعمل ثايرويدكتومي ما ربطتش الثايرويد ارتري في الفين وحصل منها الفيستولا، لا ما مش كده، دي ترو العيان ده كان عنده تروما وبعد وقت كده جالي بالفيستولا، فدي محتاجه ايرلي ريبير.
طيب لو العيان دي ياتروجينيك زي ما قلنا في الموضوع الثايرويدكتومي او في جاينيكولوجيكال مثلا بروسيجر وحصل فيستولا منها، قال لي لا ده بعملها بس كومبريشن جايدد بالدوبلكس، بعمل عليها كومبريشن. طب الريبير اللي بعمله ايه؟ سيرجيكال بروسيجر، يا اما بدخل بالاندوفاسكولار فبعمل امبولايزيشن او بحط ستنت، او بعمل بقى اوبن سيرجيكال ريبير ومعامله فيستولا انتربشن. وبالنسبه للارتيريال بعمله ريكونستراكشن عن طريق بنش، ولو كانت انفيكشن في انفكشن بقوم عامله الباي باس ده اكسترا اكسترا اناتوميكال باي باس. امتى برضك بعمل ايه الانترفينشن دي؟ في حاله ان في هيمريج، في حاله ان العيان كوزماتيك اللي مش عاجباه، في فينس بالارتيريال انسفيشنسي وجايب الاعراض بتاعتهم او دخلنا في الهارت فيلير. طب ايه الارتيريو فينس مالفورميشن؟ هل هي شبهها بالظبط؟ قال لي لا مختلفه شويه، ان دي مشكله عندي ديفكت في الماتوريشن اوف ذا فاسكولار شانل اثناء الديفلوبينج اوف ذا امبريو. وهنا بتبقى مالتيتيود كوميونيكيشنز موجوده ما بين المينوت ارتريز اند الفين جوه الاورجان ذات نفسه، كومن بردك على الاكستريميتيز والسكالب. دي ديفيكلت خالص انها تتشخص، تمام، وكمان بتبقى ديفيكلت انها تتعالج، واصلا مش عارفه اعملها لوكاليزيشن، وبتزيد مع الايج على عكس الايه الهيمانجيوما. كلينيكال فيكتور ايه جاي لي بحاجه بقى احنا قلنا ان هي بتعملي حاجه يعني الكوزماتيكالي مش حلوه، بتبقى ورم بالسيتنج اريا كده موجوده على اللمب، عامله لي ديسفيجرمنت، عامله لي لوكاليز جيجانتيزم. طب disability and the loss of the function، تعمل distally dilated vein but fail to empty with elevation of the lamp، distal ischemia proximal thrill and audible murmur impossible to obliterate with compression، مش بعرف اعمل لها compression زي ما كنت عملت في تاني. ليه؟ لان دي مش localized، دي بتبقى عبارة عن كذا arty multitude arteriole and venule واتصلت ببعضها وما فيهاش برينهم صراحة عشان مش عارف اعمل لها compression، انها مش حاجة localized اقدر ايه اكمبرس وممكن يحصل منها heart failure. الانفستيجيشن كده انا عشان اشوف الافكت التيشو اللي سراوندد اللي حواليها بعمل بين اكس راي، بعمل كولر دوبلر الارتا ساوند سي تي ويز اي في كونتراست ماتيريال ام ار اي، كل الحاجات دي عشان خاطر انا احاول اشخصها، بس هي تشخيصها اساسا ايه صعب. الام ار اي مهمه في حاجه كلاسيفيكيشن، بقسمها بتقسمها حسب الفلو انتو هاي انترميديت اند سلو فلو. علاجها بيختلف على حسب هي هاي فلو ولا لو فلو. لو كانت هاي فلو انا بعمل لها ليجيشن على طول، او بعمل الليجيشن. طب هل اعمل ليجيشن لكل الارتريول والفينيول؟ لا، انا باجي عند الفيدنج ارتري واعمله ليجيشن. طيب او بعمل لها اكسجن، والاكسجن ممكن اعملها مع السكليروثيرابي او امبولوثيرابي عشان بس اقلل حجمها وبعد كده اقوم شايله الجزء اللي تبقى، او اعمل امبيوتيشن اصلا اتس فيري بروجريسيف خلاص بعمل امبيوتيشن للجزء ده، او اندوفاسكولار ممكن اعمل امبولايزيشن او سكليروثيرابي لو كانت موضوع ديفيوز، او كومبايند مع سيرجري لو كانت لوكالايزد. طب ده لو كانت هاي، انما لو كانت لو، اللو كونزرفاتيف ما نفعش، عملنا انجكشن سكليروثيرابي ما نفع، بعمل سيرجيكال اكسجن موضوع لا اصعب من كده، لا بعمل امبولايزيشن بالامبولوثيرابي، وممكن استخدم امبولايزيشن دي بوست اوبرتيف اصلا عشان لو كانت في اي ريزيستبل، او بستخدمها بري اوبرتيف عشان اقلل الحجم بتاعها، بتبقى في الان اكسسبل. يبقى انا في اللو فلو يا كونزرفاتيف يا انجكشن دي المرحله اللي وراها، يا اما بقى الانجكشن برضك مش جايبه نتيجه. طب هي اكسسبل ولا مش اكسسبل؟ اقدر اشيلها شيليها سيرجيكال اكسجن، مش اكسسبل بس اعملها امبولايزيشن. الفرق بسرعه كده ما بين الارتيريو فينس مالفورميشن والفيستولا، ان الارتيريو فينس مالفورميشن هل هي معاها هيستوري اوف تروما؟ لا، ده موجود فين؟ في الفيستولا. اللوكالي وار افكتد، مين اللي لوكالي افكتد؟ الاي في فيستولا، لكن المالفورميشن دي بتبقى ديفيوز مش بعرف اعملها لوكاليزيشن، ماشي، وبالتالي البرينها مصاله هتبقى بوزيتيف فين؟ في الفيستولا، مش موجوده في، مش في المالفورميشن. الجيجانتيزم اوف ذا لمب لو موجود هيبقى موجود فين؟ في المالفورميشن. المين معاه كونتينوس ميرمر؟ الفيستولا، وبتفيد كومبليتلي لما بعملها ديجيتال بريشر. علاج المالفورميشن صعب جدا فبستخدمه بس كباليتيف كده، لكن الفيستولا انا اقدر اعملها كوركشن. شويه ام سي كيوز كده، ويانج وومن ديفلوب ا ليفت فيمورال ارتيريو فينس فيستولا فيو مانثس افتر ا ستاب وند تو ذا جروين، ويتش اوف ذا فولوينج فيسيولوجيكال تشينج اليستد اون ذا فيزيكال اكزامينيشن بتريبريزنت البرينهام ساين؟ appearance of the congestive heart failure لما الارتري proximal to the fistula is compressed، لا، ولا slowing of pulse يعني بيحصل pericardial rate with the fistula is compressed، ايوه دي. 45 years old woman underwent a cardiac catheterization through a right femoral approach. 2 months later she complained of right femoral extremity swelling and denoted the appearance of the multiple varicosities on examination. البروي was healed over the groin. يعني دي ست كانت دخل cardiac catheter عملت أسطرة على القلب من خلال right femoral approach. بعدها بشهرين بدأت تشتكي من right lower extremity swelling.
وعندها فاريكوزيتس كتير وفي الاكزاميشن في بيروي، تبقى ايه اللي اتكون؟ اي في فيستولا دي تروماتيك. ويتش اوف ذا ستيتمنت از ان ترو كونسرنينج كونجنتال اي في فيستولا، كونجنتال هي الاي في مالفورميشن يعني، ار يوزوالي مالتيبل وكلينيكالي اندتكتبل، صح؟ مانيفست ذم سيلف كلينيكالي باي بالسيتنج فاريكوز فين، صح؟ may cause a local gigantism with a congestion and edema of the skin، صح؟ are often associated with a port wine stain on the skin، صح؟ are easily treated by excision، easily treated غلط، ده هي أصلاً palliative.